لما أحد يعتدي عليك. لا لازم تحارب، لازم تدافع عن نفسك. شنو أكبر فشل تعرضتي له بحياتك؟ صحتي. هذا مو فشل، هذا قدر، يعني هذا الله كتبه لك، أنت ما لتشيت فيه. بس تعرف كم عملية فاشلة سويت؟ وهنا نسوي ستوب. هنا نسوي ستوب. سمعت شو قالت؟ قالت الله يحفظها سمية الناصر، انه فشلها صحتها. شوفوا الفيديو كان يمشي مدري مدته يمكن ساعة وشي، ساعة وربع مدري كيف، وانا اتفرج 27 دقيقة. في اشياء جدا كنت اعارضها، ومش اعارضها لانه هذا رأيها الخاص، لا غلط، هذه أعرضها لأنه أنا اكتشفت فيها من خلال 27 دقيقة هذه أنه هي غير واثقة من نفسها أبدا. الإنسان الواثق من نفسه متصالح مع نفسه. الإنسان الواثق من نفسه إنسان يتقبل قضاء الله وقدره. simple. يعني I don't fight. يعني I have to accept it. That's it, period. وانتي 24 ساعة قاعد تقولين صحتي شيء وراثي، وبعدين إجا يعني سألك عن الإنجاب، قلتي لا، هذا يدل انك خايفة، خايفة انه أولادك يكون عندهم هالشيء. هذه نقطة نمبر 1. يعني في أشياء كثيرة تدل ان انتي غير واثقة من نفسك على فكرة، وهذه في أشياء كثيرة تدل انه من خلال 27 دقيقة اللي تفرجتها انه انتي ما تطورتي ذاتيا، وإذا تطورتي ذاتيا تطورتي للأسوأ. يعني على فكرة، على فكرة أنا ما أبي أنتقدك ولا أبي يعني أنا أصلا شيء يعني أمناهي تجاجي، أنا ما أبي أحكم عليك شيء، بس أنا شفت أشياء خلال ال 27 دقيقة من البرنامج، فأنت أبداً غير مهيئة. في ناس كثيرين يتابعوك يا سمية، وأنت يعني وأنت قلتي أعتقد قلتي مرة في بثاتك إنه أنت قلتي مرة في بثاتك إنه هذا عمل بالنسبة لك، صح؟ هو عمل بالنسبة لك، لأنه أنا لأن إذا كان لأنه إذا كان الشيء اللي تسوينه شيء منبع من الداخل، يعني حب، ها كان ما قلت الكلام هذا. ونبرة صوتك راح تكون غير، ضحكتك راح تكون غير. أنا أحس أحيانا إن ضحكتك وكلامك أحيانا ما أحسه أنت مش متوازنة، أبدا مش متوازنة، لأنه ضحكتك فيها شيء طفلة صغيرة يعني مجروحة، فيها أسفة المصطلحات اللي استخدمها، فيها شوية سذاجة، فيها شوية ما بي أكثر. وحتى كلامك لما سألك عن الإنجاب قلتي لما سألك عن لا أنت قلتي إنه يمكن أستأجر رحم ولا كذا. فحتى كلامك عن المرأة هذه قلتي عادي أدفع لها فلوس عادي إيش فيها، أو قلتي شو يعني كلامك جنيت ما أدري والله إيش فاسني I don't know والله. فأنا كتبت أشياء، خلينا نشوف شو كتبت. أنا الفيديو هذا سويته علشان في ناس كثيرين يتابعونك، في ناس مجروحين يتابعونك، في ناس غير ناضجين نفسيا ولا عقليا يسمعونك، فهمت شلون؟ فأنا قلت مدام هذه طلعت مع الأسف يعني السمية، ها مدام في سمية لازم يكون في وردة. وعلى فكرة أنا ما أبي أشتهر بسبب بتك ولا كذا أبد، لا، بس أنا عندي رأي وبطلعه simple. في ناس كثيرين راح يتهون بسببك. مدام أنت أصلاً غير واثقة من نفسك ولا متقبلة لوضعك وخايفة، وفيك غضب على فكرة، فيك غضب من الطفولة، تكلمتي كمان عن الطفولة،
وقلتي عندك صناديق كثيره، وقلت لما سالك عن السفر قالوا حرام وضحكتي، ومدرسه وحرام وضحكتي، والبيئه كانت محافظه مش واثقه من نفسك. كمان شفته في مقطع اخر لما قال انت انجزتي سويتي شيء، وضحكتي وقلتي لاني كتبت كتاب. يعني بالله عليكي ليش تستهيني في نفسك؟ هذا كمان سبب انه مش انت واثقه، مش واثقه من نفسك. ف ما تعرفين شيء عن الحب لانه زواجك كان تقليدي، ولا حبيتي بعقلانيه، يعني هذا يدل انه ما كان عندك ابدا الاختيار في اي شيء. فانا احس ان انت في حاله تمرد. ولما اجى جاب طاري الانجاب وطاري التبني، انت قلت التبني يمكن، شو اللي يمكن؟ التبني حرام، ايش فيك انت؟ what the hell؟ يعني في اشياء انت ما تعرفين. انت مسلمه على فكره ولا لا؟ اول شيء انت مسلمه، ثانيا في اشياء ممنوع تقوليها لانك مسلمه، بس هذا اختيارك الشخصي وما ادري عنك يعني كيف. ففي اشياء جدا كتبتها، كتبت عن مرضك انه مرضك تشوفيه عله ما تشوفينه شيء زين، مع انه اصلا مرضك هو اللي وداك اللي في حاله انت فيها، المفروض تشكري ربك افا وظهر. يعني على فكره ما تشوفي زوجك كنصفك الثاني. مفهومك عن الزواج غلط. لانه الزوج يكون في هي كومبليت مي، يعني شيء اسمه بالالماني اجنسن، يعني هو يعطيك الشيء انت ناقصك، وهو انت تعطينا شيء هو ناقصه. هو اصلا في تكافؤ، في 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 توافق، في انسجام في الزواج. اكيد هو راح يكون نصك الثاني. انت I don't know والله، يمكن تبين تصيرين، يمكن تبين تكونين تجيبين فكره جديده للعرب. على فكره احنا عندنا مبادئ عادات وتقاليد واسلام، مع انه انا دائما ضد العادات والتقاليد. انا اشوف نفسي كانسانه مسلمه فقط، ما عندي اي قيود عادات وتقاليد وكذا، ما يهمني ابدا. فمفروض تشوفي نفسك انت قاعد تالفين شيء جديد، لانه فيك فراغ داخلي، انت عندك مشكله. انا والله العظيم اقول لك الكلام هذا صدق، يعني مو بسب ولا قصف ولا شيء، في شيء فيكي. ولذلك انت لستي مهيئه انك تعطي محاضرات عن تطوير الذات، وعلى فكره التنميه البشريه والخرابيط اللي تقولين هذا شيء اخر. اصلا انا لا اؤمن في هالسوالف هذه، لانه اي شيء يجي من الغرب، انا عايشه في الغرب صار لي مده 20 سنه، تربيت هنا، كبرت هنا، نضجت هنا، كل شيء هنا، فانا اعرف اصلا اشياء التنميه البشريه والسوالف هذه. ما دام عندنا دين كل شيء مذكور في الدين، بس انتم اللي فاهمينه غلط وفاهمين كل شيء غلط. المهم شو كتبت بعد؟ كتبت عن مرضك، وكتبت عن طفولتك لم تتقبليها، عندك شيء اسمه خدش في الشخصية وخدش في ماضيك. مدام ما عالجت الخدش هذا والمرض هذا، يعني العقدة هذه ما فكتيها عدل، لأن إذا فكتيها عدل بتتقبلين فشلك، بتتقبلين تربيتك. كلنا أصلا تربيتنا ما كانت عدلة، كلنا including me، يعني أنا بعد، يعني فهمت شلون؟ بس الواحد يفهم، لأنه يقول لنفسه أنا مش أهلي وأهلي مش أنا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنا راح أطور نفسي بنفسي، لكن بطريقة يرضى فيها الله ورسوله وخلاص. Very simple. والشيء الثاني لاحظت فيكي أن أنت ما عندك الأنثى، عندك مش ضابطة الأنثى عندك مش ضابطة. ليش؟ لأنه الأنثى هي منبع الحب والحنان والسلام والحضن والدفء والاحتواء. هذا كل ما حسيت فيكي ابدا 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 ما حسيت فيكي، وما تقدرين ابدا تعطينها لانه انت مش واثقه من نفسك. الانسان اللي مش واثق من نفسه ما يعرف، ما تعرفين ابدا شو هي انوثتك. اذا انت انسان مو واثق من نفسك لا تعرف ابدا معنى الرجوله، ابدا ما راح تفهمها، لانك غير واثق من نفسك ومن ذاتك ومن قدراتك. هذه هي. فأنت لست مهيئة يا سمية، والله لازم تغيري الشغلة مالتك، غيريها. يمكن أنت تنفعين لو
تنفعين لتأسيس البزنس المشاريع وكذا غيريها. وبيئتك أثرت فيك كثير بطريقة سلبية على فكرة. كل العرب، معظم العرب، معظم الصوماليين، أنا أصلا صومالية، معظم الصوماليين كلنا عندنا مشاكل. Very simple، يعني ما حد تأثر، اللي تأثر هذا شخصيته ضعيفة وما فهم صح يعني. وبعطيك نصيحة لمرضك اللي هو دائما تذكرينه 24 ساعة، ترى فهمنا ان عندك شيء في ورك، we get it. انا كمدربة رياضة وعلاج طبيعي وتخصصت في آلام العظام وآلام المفاصل، وأعالج أيضا أمراض الرئة وبعض أمراض المعدة، أنا بعطيك نصيحة، المرض اللي عندك شو اسمه ما مو بوراثي، الوراثة نسبة ضئيلة جدا. أهم شيء في الورك أكشلي حتى صح صح هو أصلا من الله سبحانه وتعالى، بس الدكاترة أحيانا يقولون إنه يا إما دكاترة ألمانيين وكل عام بكل الدكاترة كلهم عامة يعني يقولون إنه هذا مرض يجي بسبب هرمونات ما كانت موجودة. يمكن أمك لما كانت حاملة كان عندها مشاكل نفسية، هذه نقطة. النقطة الثانية، إذا الإنسان عنده مشاكل نفسية الهرمونات ما تيجي على ما يبدو، الهرمونات أول شيء، أو العصب ما أدري كيف صار له شيء خلل في العصب إذا لما أمك كانت حاملة فيكي، أو لما كنتي لما أمك كانت حاملة فيك كمان وضع الجنين في الرحم ما كان ضابط، أو الطريقة اللي طلعوك فيها ما أدري كيف، في أشياء جدا كثيرة ليجيبها المرض. وعلاجه صح إنه ما بيتعالج 100%، بس أنت تقدرين تساعدين إنه يتعالج. أولا تضبطي الأكلات مالك، في أكلات ممنوع تأكلينها لأنه وزنك مفروض ما يزيد عن 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 كذا عن رقم محدد، ولأنه الورك ضعيف جدا والعضلات اللي حواليها ضعيفين جدا، فهمت شلون؟ هذه النقطة. والنقطة الثانية تسوي نوع يعني أنواع محددة من الرياضة، من التمارين اللي لازم تسويها، وهذا يكون يعني شيء أساسي جدا. هذا يكون مثل التنفس، ها، مثل التنفس ومثل الأكل والشرب والنوم. الرياضة راح يكون أصلا شيء جدا مهم بالنسبة لك ولازم تسويها. أنا أعرف أن معظم الرياضيين معظم العرب الصوماليين أبدا ما يحبوا الرياضة، ما يحبون أبدا الرياضة، لأنه مفهومكم أصلا عن الحياة كلها غلط، في غلط بس نسويه. الله موجود، الله كريم. وبعدين الشيء الثالث، عدلي نفسيتك، عدلي نفسيتك، والله جدا مهمة. تقبلي المرض هذا، لأنه مدام عندك مشكلة نفسية الدورة الدموية والجينات يتأثرون في نفسيتك ويتأثرون. مدام أنت غير متقبلة الوضع اللي أنت فيه، الدورة الدموية والدم يصير نيجاتيف، يعني في هرمون اسمه كورتيزول يمشي كذا يسيح يعني يسبح كذا في الدم. فلما يسبح الكورتيزول هذا في الدم ما يخلي الهرمونات المفيدة تطلع أو تساعدك في علاج الورك. فعدلي نفسيتك عشان الدم والدورة الدموية يستوي عدل. يعني أنا أعتذر منكم لغتي العربية لأنه أنا صار لي زمان ما تكلمت عربي، ف المهم فهمتوني وفهمتوا قصدي، ما عندي لهجة صح بس المهم فهمتوني. بلك ترى كتبت أشياء كثيرة ما أبي يعني، أنا كتبت إنه ما تعرفي شو عن الحب، كتبت إنه الحب مالك لا كان حب ولا حب عقلاني، كان حب تقليدي، يعني ما تعرفين شو عن الحب، مدام ما حسيتي فيه ما راح تعرفين. أنا كتبت أشياء كثيرة والله، بس أهمها وخلاصة يعني قلتي إنه التبني، أيوة، مع إنه التبني حرام، هذا يدل إنه تبين تطلعين أشياء أفكار جديدة للعرب عشان ينبهروا فيكي، ومع الأسف على حسابهم، يعني حرام والله العظيم حرام. إيش تقولين أنت يا بنت؟ إيش تقولين؟ ما أدري عنك. وكمان النقطة اللي أشد انتباهي لما جاب طاري التبني، أنك قلتي ما تعرفي تعطي المشاعر هذه، يعني أنوثة ما تعرفين معنى الأنوثة، ما تفهمين
عشان أسوي الخلاصة الحين الزبدة، مش متصالحة مع نفسك ولا مع القضاء والقدر، وعندك وما تصالحتي مع ماضيكي اللي هي كانت جدا بيئة جدا جدا محافظة، وكل شيء كان حرام، وكل شيء كان، مع أنه أصلا كلكم عشتوا في نفس النمط، حتى اختيارك للكلام قاسي، وفي نفس الوقت في عتب، وفي نفس الوقت في أنا أسميه شوية طفولة يعني في كلامك، طريقة كلامك ما عجب، طريقة كلامك مش ما عجبني، طريقة كلامك وطريقة ضحكتك يدل إنه في يعبر عن نفسيتك ومشاعرك الحقيقية فعلا. فأنا أنصحك إنك لما تروحي ماليزيا وتسوي العزلة، جدا حبيتها هذه أنا العزلة، أنت سوي فلتر، أنت سوي فلتر وشوفي شو اللي مضايقك، لأنه مع الأسف الناس اللي تابعونك أبدا ما راح يفهمون أنا شو قصدي، يعني أبدا ما راح يخلصون أو ما راح يقولون أنا شايفته، لأنه الناس اللي يشوفوا تابعونك هم ناس تعبانين أصلا، اعتذاري لكم، ناس عندهم مشاكل نفسية، فالإنسان اللي عنده مشاكل نفسية أبدا استحالة في سبع مستحيلات يفهم الآخر، فهمت شلون؟ وإذا فهمها كذا 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 وبعدين مشى فيها يعني. أنا ما راح أقول شيء آخر. المهم سمية الناصر، عدل في نفسك، والقوانين هذه اللي تتكلمي عنها أنا أسميها خرافات، بس أنت مدام هذا شغلك وبزنس مالك أمشي فيه، بس لا تتكلمي عن تطوير الذات لأن أنت مو قدها. في ناس كثيرين ما يفهمون سمية الناصر، روحي ماليزيا وقعدي كذا فترة مع نفسك، قعدي فترة مع نفسك وفكري في كلامي، لأنه أنت تحتاجين حد يعطيكي نصائح، كاهي النصائح جت لك ببلاش بعد. وأنا صراحة ما أبي أشتهر على حد ولا كذا، بس حبيت أقول هذا رأيي، مدام أنك أنت مشهورة والناس يعرفوكي وأنت تعرض نفسك للناس، فمن حقي أن أبدي رأيي بالطريقة اللي تعجبني، وهذه الطريقة اللي كانت تعجبني. أتمنى لك يوما أو نهارا سعيدا أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله.